في القرآن وما ذكر في القرآن الذي أحب الحرية اللي هو في الصحبة مثل المؤمن ثم الكرسي اللي هو يسمى البرتقالي والبرتقالي اللي هو من الحرية ويحبين لا يمكن أن
تجعل الإنسان عند شيء من الزراعة الكبرى من قمة يعني حتى الناس في الشام يحبون في المنطقة والسريقة مروا من هنا فلاهم وقفوا بالدعوة وقفوا بالكتة ومن يكون بالكتة ومن فلاهم من الصوت يعني في كل شيء من الناس يعني في ناس